عندما تقرأ إحدانا القرآن الكريم وتصل في قراءتها إلى آية فيها سجدة، فهل يجب عليها السجود وهي بدون حجاب على رأسها كحجاب الصلاة؟ وهل يلزمها أن تكون متوضئة؟ أفيدنا أفادكم الله. الصحيح أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن تكون ساترة لرأسها، ولا يشترط أيضا أن تكون متوضئة، لأن سجود التلاوة ليس صلاة وإنما هو عبادة مستقلة. فإذا كانت متطهرة وكانت ساترة لرأسها كسترها في الصلاة فهذا أكمل وأحسن، وإذا لم تكن كذلك فلا بأس أن تسجد سجود السهو حتى ولو كانت كاشفة لرأسها. سجود التلاوة، نعم، فلا بأس أن تسجد للتلاوة سواء كانت ساترة لرأسها أو كانت على غير وضوء. نعم، بارك الله فيكم.